شوت. واحد من أهم مصادر المتعة في حياة جماهير الأهلي الحقيقة يمكن الخطيب، وعلى الرغم أنه يمكن فات أكثر من 30 سنة دلوقتي على اللحظة اللي ودع فيها الخطيب ملاعب الكرة، إلا أنه جماهير الأهلي ما تقدرش تنسى لقطاته، لمساته، إبداعاته في الملعب. يمكن زي ما قلت هو المصدر الرئيسي للبهجة والمتعة عند جماهير الكرة في النادي الأهلي. يمكن ناس كثيرة جدا تحلم بس مجرد يكون عندها جزء من شهرة نجم النادي الأهلي محمود الخطيب، أو جزء حتى من مشوار نجاحه. لكن الحقيقة أنا بتهيألي النعمة الأكبر اللي اداها ربنا سبحانه وتعالى لاسم محمود الخطيب هي حب الناس، على الرغم من أنه مشواره في الملاعب يمكن ما استمرش كتير نتيجة الإصابات، لكن الحقيقة يبقى واحد من أكتر اللاعبين إبداعاً. وإذا اخترنا أسماء ترتبط باسم كيان النادي الأهلي وكانت مصدر في سعادة جماهير النادي الأهلي، لازم تحط منها اسم محمود الخطيب. للنهاردة السادسة وقناة النادي الأهلي بتحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب يا بيبو. عندنا كلام كتير جدا في السادسة وهنتكلم مع حضراتكم في بداية موسم جديد نتمنى يكون موفق، بس بعد الفاصل.